الفقرة دي هنتكلم فيها مع حضراتكم مع بطلتنا، بطلة من كمان المرشحين بقوة لرصد هنا أو لحصد يعني ميدالية أولمبية بإذن الله يا رب في باريس إن شاء الله في الخماسي. الحديث بنتكلم تحديدا بعد كمان ما حصلت برونزية بطولة كأس العالم اللي انتهت أمس، وطبعا كنا متابعينها ومغطينها أنا وكريم في 10 صبح في الأهلي تحديدا يعني يوم بيوم. خلينا نرحب بسلمى أيمن لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث. بونجور. صباح الهنا يا سلمى. صباح النور. وغلطنا في سنها أنا وأنت. منورة الدنيا وسعداء بوجودك معانا وسعداء بانجازك. طبعا نهاوند سلمت على سلمى قبل مني، كان سلمى دخلت الاستوديو في الفاصل كنت انا بظبط حاجات في المايكات، فاول ما دخلت نهاوند بتقولي تدي سلمى كام سنه، فانا بصيت بتمعن وقلت ايه، استدعي كل خبراتي الحياتيه، قلت لها مثلا دي 14 15 طلعت كام؟ 23 سنه حضرتك. بسم الله ما شاء الله ما يبانش عليكي يعني. خالص حاجه عظيمه، الانجاز العظيم اللي انت حققتيه ده، فكره ان انت تحصلي على برونزيه كاس عالم في اي رياضه من الرياضات اكيد شيء مشرف جدا. قبل ما نبتدي معاكي بقى بالانجاز العظيم ده واستعداداتك للمزيد من الانجازات الفتره الجايه ان شاء الله، تعالي نتعرف اكتر عليكي وعن دراستك، خلفيه كده بسيطه عنك. انا لسه طبعا لسه بدرس، عشان كمان الرياضه مع الدراسه ساعات بتعطل شويه، فلسه اصلا في تانية كليه لسه مخلصتهاش، بس ان شاء الله يعني انا بحاول ان انا اعمل الدراسه مع الرياضه يعني كويس يعني. اكيد. بس تدرسي ايه بقى؟ لوجيستكس، اكاديميه بحريه. اوكي جميل. حلو جدا. ده بصي بقى احنا معانا صور كتيره، لو حابه ان احنا نبدا من هنا وتشرحي لنا. اوكي. دي اخر بطوله اللي انا كاس عالم دي، كنت لسه طالعه على البوديوم فكنت مبسوطه جدا يعني. طبعا. كنت لسه خدت ميداليه يعني، بس الحمد لله. دي بقى بعد بصي يا سلمى، هي دايما احنا كمتابعين او كباهير أو كجماهير مشجعين يعني بنشوف اللحظه دي او اللقطه دي في الاخر، بس طبعا اللقطه دي بالنسبه لكم وراها بقى قصه، وراها كواليس، وراها تضحيات زي ما انت اتكلمتي ان ده على حساب الدراسه بتاعتك. فخلينا نروح شويه او نرجع شويه، ازاي سلمى بتحضر للبطولات؟ ازاي انتوا يعني اصلا بيتم تحضيركم للبطولات؟ ايه المشاكل؟ ايه الحاجات الايجابيه؟ خلينا نعرف. احنا ابتدينا يعني انا الصراحه كنت مركزه على اللي انا اتاهل يعني اولمبياد، بس ان شاء الله هتاهل طبعا، دي بدايه التاهيل. صحيح. من السنه اللي فاتت الحمد لله قدرت ان انا اخش في المنافسه اللي انا اكون في التوب 6، وطبعا قلت لا انا عايزه اكون في التوب 3 يعني، والحمد لله قدرت ان انا اتمرن واجتهد في التمرين علشان اقدر ان انا من اول بطوله اقف على البوديوم يعني، ما يكونش توب 6 بس، لا يكون توب 3 يعني. ده كل يوم بقى. برافو عليك. برافو عليكي ما شاء الله. طب انت بدايه اخترتي الرياضه دي، اشمعنى الرياضه دي؟ وبرده عايزينك تعرفينا، يمكن مش كل الناس عارفين تفاصيل الرياضه دي، يعني ايه الخماسي الحديث؟ عباره عن ايه بالظبط؟ هو الخماسي عباره عن جري وسباحه ورمايه وركوب خيل وسلاح، بس بعد اولمبياد 2024 هيشيلوا الفروسيه خلاص وهيحطوا الاوبستكل، دي لعبه جديده يعني. طب اشمعنى كان ايه السبب ورا ده؟ حصل مشكله كده في الاولمبياد اللي فاتت في الفروسيه، فهم بقى اخذوا القرار يعني اللي هم هيشيلوا اللعبه، هيبدلوها بلعبه ثانيه. بس انت يعني انت بسم الله ما شاء الله ميداليه برونزيه في كاس عالم في رياضه عباره عن خمس رياضات في بعض. طب انت ما اخترتيش رياضه منهم لوحدها على كده؟ انا الصراحه كنت في الاول خالص اساسا كنت بلعب سباحه من وانا عندي 3 سنين. أوكي. لحد 15 سنه. بعد كده بقى في مدرب شافني قال لي خشي جربي الخماسي، انا كنت اعرف يعني ايه خماسي اساسا. أيوه. بس اول حاجه جربتها كان الثنائي اللي هو الجري والسباحه، فبدات بقى اللي انا اعلق فيه ميداليات وكده، بدات بقى اخش بقى اللعبه اللي بعدها الرمايه، بعد كده السلاح، بدات بقى اخش بقى في اتجاه الخماسي. بس عجبتك كنت بقى الرياضه؟ بس انا كنت لسه شغاله في السباحه والخماسي مع بعض، بس تمارين السباحه ما تنفعش مع تمارين الخماسي خالص. بس مع الجامعه العطلانه دي كمان ما تنسيهاش. لا كنتش لسه دخلت الجامعه. بس فبعد كده بقى اتجهت للخماسي، وبدات بقى اسافر بطولات دوليه وكده، قلت خلاص بقى هنسى السباحه دي وهتجه للخماسي. بس اكيد ساعدتك ان انت كنت اوريدي طبعا، ان السباحه اصلا حاجه اساسيه اصلا في الخماسي يعني، اللي انا طبعا اعوم جامد وكده. بس فكملت بقى في الخماسي، وبعد كده بقى اتاهلت اولمبياد 2018 بيونس ايرس، وخدت فيها الذهب الحمد لله ما شاء الله. بس فاتجه بقى فضلت بقى مكمل في الخماسي لحد بقى ما بدات بقى اخش بقى مع الكبار اللي انا اقدر اخش في المنافسه وكده.
ايه اكتر الدول اللي احنا بنتكلم عنهم الكبار اللي فيهم تنافسيه او اقوياء في الخماسي الحديث؟ هو الصراحه هو الخماسي ده مش يعني مش هتلاقي كله مثلا في كل حاجه معينه يعني كل بطوله ممكن تلاقي سته غير البطوله اللي قبلها كده، بس كل الدول اللي الصراحه فيها واحد او اتنين جامدين يعني. يعني المجر، فرنسا، طب ايطاليا. مصر ايه اكتر حاجه جامدين فيها احنا مفروض؟ احنا جامدين في الخماسي يعني ان جنرال يعني ان في شاء كل الله. الرياضات اللي فيها يعني احنا قوي. جامدين يعني بنخش في المنافسه. طبعا الله. ما هو لو ما كناش جامدين ما كنتيش انت لوحدك خدتي ذهبيه يعني دوره اولمبيه قبل كده وكاس يعني وبرونزيه كاس عالم. هل يعني هل في بطوله معينه كانت هي الاصعب على الاطلاق؟ هل بالضروره ان عشان بنتكلم على مثلا كاس عالم يبقى هي البطوله الاصعب، ولا ممكن تكوني مريتي ببطوله تانية؟ لا طبعا هي كانت البطوله اللي انا مريت بيها وبصراحه كانت مهمه بالنسبه لي، كانت اللي هي اولمبياد 2018. دي كانت اول ميداليه احققها اصلا لنفسي انا كفردي، وذهب. كفردي اصلا بعد البطولات الدوليه اللي انا لعبتها يعني. وكمان كنت بلعب مع الناس اللي هم كانوا بيلعبوا معايا بطوله العالم المؤهله لبطوله الاولمبياد أيوة. يعني. فاصلا كنت نازله اصلا مرعوبه يعني. أكيد. فالحمد لله قدرت ان انا اكسبهم كلهم ما شاء واحقق الله الميداليه الذهبيه. ما شاء الله. حلو جدا. طيب بصي بقى يا سلمى، يعني احنا بنتكلم عن مشوارك او حياتك قبل وبعد كده الفتره اللي انت ابتديتي تتالقي فيها والفتره اللي جايه، يعني لسه 23 سنه بتهيالي لسه عندك كتير لغايه لما ولغايه سن كام ممكن البطل يلعب في الخماسي الحديث تقريبا؟ لا يعني هو العمر الافتراضي يعني احنا معانا ناس مواليد ثلاثينات. 89. ايوه معانا ناس كبيره اساسا بيلعبوا يعني. يعني البنت اللي اخذت تاني دي مواليد 89 اصلا. ما هي 89 على فكره مش كبيره، ما تكبريناش. 89 انا بس بالنسبه لي كبيره. حلوين مواليد اخر الثمانينات كويسين برضه. لا يعني ما فيش سن معين اللي احنا نقف عليه. يعني حتى ال 30s mid 30s عادي. بس هي يعني بنتكلم تاني ونرجع ونقول دول خمس رياضات في بعض وعايزه مجهود جبار، مش اي حد يقدر. طبعا رياضه وتمرين اصلا. تمرينه اصلا يعني انا بلعب مثلا ممكن العب اربع العاب في يوم. يعني اتمرن اربع العاب اربع رياضات مختلفه في اليوم الواحد. كله بقى ورا بعضه يعني اخده كده كله ورا بعضه. لكن انت التالق في الخماسي الحديث ما اغركيش بان انت مثلا ارجع تاني النقطه اللي كنت بتكلم معاكي فيها من شويه، فكره ان انت تركزي على رياضه معينه؟ يعني مثلا لو الرياضه الخماسي الحديث انت اكيد طبعا هايله في كله، بس ممكن يبقى فيها تفصيله معينه اعلى من غيرها، ممكن تبقي اعلى في السباحه من الرمايه او العكس. يعني انا في الاول اول ما دخلت اما بدات يعني في البطولات الدوليه كده كانت احسن لعبه عندي السباحه. السلاح كان نص نص، الليزر ران ممكن ده اللي كان بيعطلني شويه، ده كان في الاول خالص. أوكي. يعني دلوقتي بقى ما بدات مدربين يشتغلوا عليا بقوا الخمسه بنفس القوه. يعني كله بقى شغال، يعني بيكون لازم في مدير فني عشان يحاول اللي هو يخش الخمس العاب ما يكونش في مثلا لعبه ازيد من الثانيه مجهوده اعلى. لا يعني كان بيحاول اللي هو يخش كل المجهود مع بعض بس. فدلوقتي يعني بقى كله قريب من بعض، مفيش يعني لعبه احسن ولعبه اوحش، كان كله قريب من بعض. ده مطلوب. بس لكن في الاول بقى اللي هو كان لا في لعبه كانت احسن ولعبه اوحش ولعبه مفيش خالص. بس دلوقتي بقى اللي هو عشان خلاص داخلين على التاهيل وكده فلازم يكون كله مستوى واحد يعني. طيب سلمى، احنا بنتكلم دايما ان حلم اي بطل ان هو يروح الاولمبيكس طبعا، واحنا حلمنا كجماهير ومشجعين مصريين ان احنا نلاقي ابطال كتيره جدا في الاولمبيكس. عشان كده بنحب نطمن من دلوقتي احنا كدورنا كاعلام بقى، اي بطل بيبقى اكيد ممكن يواجه بعض المشاكل، الازمات، الحاجات اللي هو بيبقى محتاجها. هل في اي مشكله في هذه الرياضه نقدر نتكلم عنها دلوقتي عشان بعد كده لما تيجي ان شاء الله باريس 2024 وتروحوا ما يبقاش في اي حجه بقى عن فكره هنا ان شاء الله الذهبيه مره كمان؟ هو طبعا كان في مشاكل طبعا، يعني مثلا زي الفروسيه مثلا، احنا ما كانش عندنا خيل، كناش بنعرف نتمرن. يعني احنا كان عندنا خيل بس اللي هو خلاص ماتوا، ما بقاش غير واحد بس نتمرن كلنا عليه. فدلوقتي بدأوا يجيبوا خيل قبل بطولة كذا. مشكلة دي على فكرة احنا بنضحك. ايوه بجد مشكلة يعني. ايوه هي مشكلة فعلا. غير متوقع. الناس يعني احنا عندنا الفروسية ما توقعتش الإجابة دي. احنا عندنا الفروسية ما بنركبش حصاننا،
احب بتبقى قرعه وكل واحد بياخد حصان ما يعرفوش اساسا نعرفه في التسخين. هو ده العادي يعني في كل الدول ولا احنا بس عشان لظروف خاصه؟ لا في الخماسي عامه الفروسيه دي قرعه. يعني ده شرط من شروط اللعبه. ايوه الفروسيه قرعه ما بنلعبش بحصاننا. فلازم يكون عندنا كذا حصان مختلف علشان نقدر ان احنا نتعامل مع الخيل كلها. بس يبقى في كذا اوبشن مش حصان واحد بالزبط. يعني الناس كلها ده كان قبل كاس العالم، كان كاس العالم الاخير ده كانش فيه خيل عندنا. بداوا بقى الاتحاد الحمد لله بداوا يوفروا لنا خيل كمان ثلاثه ولا اربعه عشان نقدر اللي احنا نتمرن. فده ساعدنا شويه في البطوله الاخيره دي برضو. ان خيل احنا ما نعرفهاش ممكن اصلا يجي مثلا ايوه في فعلا المنافسات نفسها بالظبط. يعني احنا ممكن مثلا واحد يجي له خيل ما يعرفوش ويطلع وحش اساسا. بس هو الخيل دلوقتي ممكن يكون ماشي اول بطوله ياخد صفر في الاخر. Yeah. حصلت معانا في المصريين كتير الحصان يكون وحش مش بس مش هي خلاص الخيل اتشال دلوقتي بقى في حاجه تانية مكانه بعد لا بعد باريس بعد باريس هتتشال. اوكي هي دلوقتي اتلعبت مع الصغيرين هتبتدي اللعبه الخمسه مع الصغيرين لكن مع الكبار لسه لحد 2024 الفروسيه موجوده. اوكي بعد بقى ما الاولمبياد تخلص خلاص هي اتشالت. اي بطل او اي بطله لازم بتلاقي في مشوار بطولتهم فيه ناس داعمين، ففرصه ان انت تظهري ليهم الامتنان وتشكريهم وانت معانا على الهوا كل الناس اللي دعموكي طول الفتره اللي فاتت. طبعا احب اشكر طبعا اول ناس الاتحاد طبعا بيوفر لنا حاجات كتيره قوي ومدربين المدير فني كابتن رؤوف حسام ومدرب السلاح كابتن محمد غيث ومدرب السباحة كابتن خالد عصفور والفروسية كابتن ياسر. طبعا دول أكتر ناس وقفوا جنبي وهم اللي وصلوني أصلا اللي أنا أقدر أجيب ميدالية في كأس العالم ده. وإن شاء الله مكملين هنبقى أقوى إن شاء الله من البطولة دي وإن شاء الله خير. وطبعا بحب أشكر شركة روابط الحمد لله يعني لسه بدي معي. بس سلمى الوقت تقريبا خلاص خلص بس بجد مبسوطين بيكي ويا رب تروحي وتجيبي لنا ذهبيه في باريس باذن الله وبعد كده نيجي بقى وتبقي معانا في 10 صبح في الاهلي. كل التوفيق ليكي يا رب ان شاء الله. شكرا نورتينا ومليون مبروك ومستنيين منك المزيد من النجاحات الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع نستقبلكم في تاني فقراتنا الحواريه. خليكم معانا.